سعيا منها لجذب عدد كبير من المستخدمين عبر منافستها للتطبيقات الأخرى وتوفيرها لمجموعة من المزايا الجديدة التي تفيد الجميع. المغردون تفاعلوا أمس مع تحديث تطبيق واتساب الجديد الذي حمل معه العديد من المزايا الهامة، منها دعم التطبيق في وضع الصور داخل صورة كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام، فقد يمكن للمستخدم من استقبال روابط فيديو وتشغيلها مع الاستمرار في تصفح أي شيء آخر على الهاتف. وأما الميزة الأخرى، أضافت بعض المزايا المتعلقة بالمشرفين ومديري المجموعة، حيث يمكنهم من اختيار من يمكنه تغيير موضوع أو رمز أو صف المجموعة من المشرفين الآخرين. وأخيرا، فقد خص تطبيق واتساب في أوروبا، حيث لاحظ المستخدمون هناك أثناء محاولتهم على تسجيل حساب على واتساب يتم طلب تأكيد عن العمر بحيث لا يقل عن 16 عاماً.